حبيت بس احنا طبعا لعبنا الارقام دي من شويه، بس حبيت اعيدها مره تانية لان ليها علاقه بواحد من المحاور موضوعات يعني اللي انا عايز اتكلم فيها مع نجمنا النهارده كابتن خالد جدالله اللي بيشرفنا في السادسه، واحنا كنا لسه بنتكلم على دور الكشافين، وانا كنت لسه بتكلم مع حضراتكم من شويه اللي متابع الحلقه من قبلها من يعني بدايتها، كنت بتكلم على ماتش الشباب الاهلي النهارده والبنك الاهلي، وقلت الحقيقه ان في كتير في الفرقتين، وقلت بالاسم طبعا في فرقه النادي الاهلي عدد من اللعيبه كتير لفتوا نظري، فكنت حابب اتكلم على فكره المواهب واكتشافها، ومش بس اكتشافها لانه اكتشافها ده مجرد بدايه، عندك مشوار طويل جدا عشان توصل للارقام اللي احنا شفناها من شويه، الارقام اللي وصلت فرنسا انها تتوج بلقب كاس العالم مرتين وتبقى دايما بطل متوقع او منافس رئيسي في اي بطوله، تجربه خلت الكره الكرواتيه ظاهره على الساحة بشكل مستمر، وكرواتيا دولة صغيرة لا عندها أندية كبيرة بتنافس في أوروبا ولا عندها نجوم العار التقيل، ولكن منتخبها الحقيقة أصبح واحد من المنتخبات القوية جدا، كولومبيا، هولندا، غانا، يعني احنا بنتكلم على عدد من الدول الكبير اللي قدرت، وده مش ممكن يجي وليد الصدفة، الأرقام اللي حضراتكم شفتوها دي والطفرات اللي حصلت في عدد المحترفين في الخارج بالتأكيد جت نتيجة استراتيجية وشغل اشتغلوا عليه أو برنامج عمل اتحط اشتغلوا عليه مده سنين طويله جدا عشان يوصلوا للنتيجه دي، لكنها ابدا مش ممكن تيجي بالصدفه. نبدا الكلام مع كابتن خالد، بس بدايه طبعا نرحب بيه على شاشه الاهلي ونقول له اهلا وسهلا بيك كابتن خالد في السادسه، منور الدنيا. الله يخليك يا احمد وتحياتي ليك. انا كان معايا كابتن لسعد زبيته كان بيكلمني على دور الكشافين في الدوري الانجليزي، وانا كنت بتكلم على فكره انه المواهب بقت عمله نادره، مش بس عندنا هنا في مصر يا كابتن خالد، لكن في العالم كله. لما نشوف العالم كله بيتصارع على، مع كامل الاحترام طبعا هم نجوم العالم ما فيش شك في ده، لكن لما بص على 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 امكانيات مثلا كيليان امبابي او امكانيات ايرلينج هالاند وقارنهم باسماء عظيمه كانت موجوده قبل كده، ما هماش بالطفرات ولا بالفلتات اللي خلينا نسمع الارقام الفلكيه وحاله الصراع. بالتالي لو كان في مواهب كتير النهارده في مصر هنا او بره مصر في العالم كله، ما اعتقدش انه الارقام الفلكيه دي كانت هتبقى موجوده ولا حاله الصراع دي كانت هتبقى موجوده برضو. طبعا عندك حق، وبالنسبه للارقام الفلكيه، الارقام الفلكيه دي برضو يعني ما بتدلش على موهبه اللاعب، يعني احنا في الظروف اللي احنا فيها دلوقتي غير زمان. زمان كانت الموهبه هي الاعلى وكانت الارقام اقل. دلوقتي عشان كرة القدم بقت صناعة وليها استثمارات كبيرة جدا على مستوى البث التلفزيوني، تذاكر المباريات، يعني المدخلات اللي بتدخلها حقوق الرعاية كرة القدم دلوقتي طبعا مئات الأضعاف عن زمان. صحيح. عشان كده الأسعار بتاعت اللعيبة زادت، مش عشان الموهبة زادت. كان مفترض أنا كنت بقول في 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 المقارنة اللي عملتها في الأول إنه الكشاف زمان كان بيبذل جهود مضنية لانه ما كانش في عنده اي اداه غير ان هو يتحرك ويسافر، وده بياخد منه وقت كبير ومجهود كبير عشان يطلع في النهايه بموهبه ولا اتنين. النهارده في عصر الاقمار الصناعيه والقنوات الفضائيه والسوشيال ميديا وكليك واحد على موبايل بتشوف مليون فيديو في مليون حته، بقت الادوات اسهل بكتير بالنسبه للكشافين، ومع ذلك عدد المواهب بيقل، ودي مفارقه انا مش قادر، يعني في تناقض هنا انا مش قادر افهمه. لان وسائل الترفيه زادت، يعني زمان الكشافين زي ما انت بتقول كانوا بيبذلوا مجهود كبير، كان لعيبه الكوره في السن الصغير ما عندهاش اي فرصه ان هي ترفع عن نفسها غير ان هي تلعب كوره. سواء في المدرسه، وجهه نظر برضه، سواء في الشارع. الشارع كان في ماتشات بتحصل في الشارع، ماتشات ليها جمهور جامد والناس بتقف واللعيبه بتلعب، سواء في المدرسه، فكان في المدرسه فيها ملاعب، المدارس كان فيها ملاعب وفيها فرق جامده جدا، في الشوارع في كان كل منطقه بتلعب باسم المنطقه بتاعتها، في الشارع ما كانش زحمه زي دلوقتي، كان في اماكن ممكن الناس تلعب فيها كوره، وسائل الترفيه ولا كان في موبايل ولا نت ولا، فهي الوسيله الوحيده للترفيه. الله، ده كده كره القدم ممكن تروح للانقراض بقى. لا يعني لو ما اشتغلت، لو ما اشتغلتش عليها مظبوط وصح ممكن تروح للانقراض. طيب السايكل بقى، الدايره اللي بتمشي فيها الموهبه من اول اكتشافها لغايه لما توصل انها تبقى واحده من اهم نجوم الكره، ويا سلام لو بتكلم على مصر، يعني مصريين يعني لعيبه مصريين. الدايره النهارده كنت بتفرج على ماتش الاهلي والبنك الاهلي قبل السادسه على طول، وشفت الحقيقه في الفرقتين لعيبه كره كويسه جدا. احنا بنتكلم على لعيبه عندها 17 سنه، بره 17 سنه ده كان بيلعب كاس عالم،
بره 17 سنه ده بيلعب في الدوري الانجليزي. احنا هنا 17 سنه ده بيقعد كام سنه عشان ياخد فرصه؟ والمواهب اللي انا شفتها النهارده دي هل كلها هتكمل؟ هل كلها هتوصل؟ القصه ايه يا كابتن خالد؟ لا القصه صعبه. اولا محتاجه الاساس اللي انت اللي بيتبني عليه لاعب كره القدم. ايه هو الاساس اللي بيتبني عليه لاعب كره القدم؟ مدرب كفء، مدرب مؤهل. واحنا للاسف عندنا في الحته دي نقدر نحط مليون خط عندنا هنا في مصر. مدرب الـ 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 الشباب الفئات العمريه الصغيره دي يختلف عن مدرب الفرق الكبيره او الفيرست تيم؟ اصعب. لازم يكون عنده خبره كبيره جدا ومتعلم كويس جدا وهو عنده موهبه كبيره جدا عشان يقدر ينقل خبراته، يقدر يعمل لعيب كوره من الاي تو زد. انت بتنشئ لاعب كره قدم. فدايما حتى في بره وفي اوروبا اكتر ناس بتاخد فلوس، اكتر مدربين الرواتب بتاعتها عاليه اللي بتشتغل معاه الفئات العمريه الصغيره، لان هو بيعمل لك لعيب كوره بعد كده يجيب لك فلوس قد كده. ازاي تعمل لعيب كوره يا كابتن خالد؟ لا ده لعيب كره القدم بيتعمل من 6 سنين ل8 سنين. من 6 سنين ل8 سنين عشان تنشئ لاعب كره قدم يعني في السن ده يكون عنده الاساسيات الاول. تمام. مش اي لعيب كوره. انا فاهم، بس في السن ده 6 سنين 8 سنين العين الخبيرة زي حضرتك مثلا كده تقدر تشوف انه الولد ده اللي عنده 6 سنين ولا 8 سنين عنده اساسيات طبعًا. او عنده بدايات كرة القدم طبعًا. ولا بيبان؟ طبعا بيبان. وانسب سن تبتدي معاه الكلام ده من 10 سنين. من 10 سنين يعني 10 سنين تبتدي معاه من 6 ل8 سنوات عشان تسلم 18 سنة تسلمه لعيب كورة متكامل. متكامل في كل حاجة، بس طبعا مش أي لعيب أنت هتشتغل معاه الثمان سنين دول. لا، عين كويسة بتنقي اللعيبة، بتكون عندها مقومات وأساسيات كويسة وعندها قابلية للتطور. تمام. عندها قابلية للتطور. والمدرب بقى كل ما بيكون عنده خبرة كبيرة وفاهم ومتعلم ودارس وعنده موهبة بيقدر يرتقي باللاعب بشكل كبير جدا. طيب خليني اخد المشوار من اوله. في من الكلام ده انا بسمعه من زمان جدا، يعني من زمان جدا جدا جدا، انه في نظريه بتقول دايما فكره انه الولاد الصغيره او الناشئين مش المفترض انه تجهيزهم او اعدادهم او صقل مهاراتهم او تطوير امكانياتهم يبقى بيتم من خلال المسابقات، وان فكره المسابقات وفكره المنافسه في حد ذاتها ممكن يكون ليها تاثير سلبي يضر اكتر ما يفيد اللعيبه الصغيره في السن ده. في ناس ثانيه بتقول لا، لابد انه يتحط تحت ضغط ولابد ان يبقى في احتكاك، وانه التمرين لوحده لا يكفي لانه مستواه يتطور وانه مهاراته تثقل وانه يتم اعداده عشان يكون جاهز في يوم من الايام انه يلعب فيرست تيم او انه يكون لاعب محترف. اي وجهتي النظر اسلم او اصح؟ لا، الاثنين سلام. بس سلام. البدايه كيف تنشئ لاعب كرة قدم؟ كيف تعلم لاعب كرة القدم كل مهارات كرة القدم؟ على فكرة الكلام اللي بتكلم فيه ده لو جزأناه ده شغل يبقى كتير جدا. يعني بمعنى ايه اللي أنا عايز أقوله؟ مثلا أساس كرة القدم ايه بالنسبة لأي ناشئ؟ التمرير والاستلام. لازم يبقى بيعرف باص كويس ولازم بيعرف يستلم كويس. ده الأساس اللي أنت تقدر تبني عليه أي حاجة بعد كده. لو ده مش موجود وابتديت تبني عليه، يعني ده مش موجود عند اللاعب وابتديت دخلت في مراحل تانية، كل حاجة تبوظ. فانت لازم تشتغل على التمرير والاستلام. ده ممكن تشتغل عليهم 6 شهور مع الولد، ازاي يباصي وازاي يستلم، لان كل حاجة في الحاجات دي عايزة شغل جامد جدا مش اي حد يعرفه غير اللي دارس واللي فاهم. عشان كده احسن مدربين بره بتشتغل مع الولاد الصغيرين عشان تعلمه ازاي يباصي ببطن رجله. ال 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 وجهة نظرك الشخصية يا كابتن خالد أو تقييمك الشخصي لفكرة اللي جاي في الكرة المصرية، يعني شباب، مش بكلم على فريق الأهلي بس بكلم على الكرة في مصر عموما، الشباب اللي جاي، الأجيال اللي جاية ورا الجيل الحالي، يعني أنا كنت بقول إنه صعب قوي الجيل ده إنه يكون أملنا في التأهل لكأس العالم 2026، وغالبا هنحتاج وجوه جديدة وجيل جديد.
شايف ازاي الاجيال اللي جايه في كره القدم المصريه؟ شايف مستقبلنا يطمن ولا شايف انه احنا متاخرين وانه احنا في مرحله جرس الانذار في مرحله الخطر زي ما بيقولوا؟ لا احنا متاخرين، يعني اللي جاي بعد الجيل دون لا متاخرين، ولازم فعلا نضرب جرس انذار، لازم نشتغل. وبعدين انا الولاد في السن ده 16 و15 و14 سنه لغايه 17 سنه و18 سنه بيصعبوا عليا، لان احنا العمليه عندنا بالعكس زي ما قلت لك، الاساس في لاعب كره القدم مين المدرب اللي بيمرنه، وازاي يستمر المدرب ده على نفس الفكر ونفس المنهج مع الولد لاكتر وقت ممكن. احنا بيحصل عندنا في قطاعات الناشئين مدرب بيمسك فرقه يشتغل معاها شهرين، لاعب الدوري يخسر له ماتشين، الاداره تمشيه، يجي واحد تاني، كل ده مين اللي بيتظلم فيه؟ لاعب كره القدم. يعني انا بستغرب لانه لما اشوف الخامه دي، يعني انا لما اتكلم انا مع مش حد خبير، بس انا يعني انا برضو شفت كتير واقدر اقيم الى حد كبير يعني اللعيب ده كويس ولا مش كويس. انا النهارده شفت في الفرقتين لعيبه كره كويسه جدا، والسؤال هنا احنا بقالنا برضو يعني ما نيجي نبص لمسابقه الدوري حاجه، هتلاقي هم مثلا يعني ان انا 18 فريق ب مثلا 540 لاعب، منهم تقريبا 400 لاعب هم اللي بنشوفه في الدوري المصري بقالنا 10 سنين بس. هو كل سيزون بيقلع التيشيرت دي يلبس التيشيرت دي، لكن ايه الجديد اللي بيدخل؟ الجديد اللي بيظهر؟ الجديد اللي بنقول عليه فلته ويلفت الانظار؟ تقريبا مفيش. يعني الماتش اللي انت مبسوط بيه بالفرقتين البنك الاهلي والاهلي النهارده فرقه ال 2005، دول مواليد 2005. ايوه احنا عندنا منتخب مصر للشباب هيلعب بطوله افريقيا مواليد 2003. لو في حد مميز في الفرقتين اللي انت اتفرجت عليهم او واضح ان هو سابق شويه، المفروض ان هو ينضم لمنتخب مصر اللي هو ال 2003. الفرقتين ما فيش ولا واحد فيهم في مع منتخب الشباب، فهم على مستوى المسابقه كويسين. نروح لملف الاهلي، بس قبل ما نفتح الاهلي وسموحه وقبل ما نتكلم على اللي جاي بالنسبه للاهلي قبل كاس العالم مع كابتن خالد جدالله، نروح لفاصل اخير ونرجع لحضراتكم. في الفاصل كنت بتكلم مع كابتن خالد بقول له رايك في المغرب واللي عملته في كاس العالم، فما فيش مانع تسمعه اجابته برضه، انا سمعتها بس ما فيش مانع نسمع اجابته على الهواء. ايه رايك في المغرب وايه رايك في السعوديه وايه رايك في تونس وايه رايك في اليابان؟ يعني المنتخبات اللي جايه من بعيد دي يا كابتن خالد ما كانش حد متوقع انها تعمل حاجه في كاس العالم. ايه رايك في كرواتيا اللي وصلت مربع ذهبي تاني نسخه من كاس العالم على التوالي؟ فرقه جامده وفرقه بتلعب كره حديثه. احنا يمكن من الفرقه اللي انت يعني اكتر فرقه تشبهنا شويه تونس اللي تشبه، انما الفرقه الثانيه لا سابقانا 30 40 سنه. حتى السعوديه يعني الكره اللي بتلعبها السعوديه والمغرب احنا ما نقدرش نلعبها حاليا، ما نقدرش رغم ان السعوديه دخلت البطوله ما عندهاش صفر من المحترفين. بس السعوديه عملت ايه؟ مدرب هايل جابوه استقروا عليه سابوه. على فكره السعوديه قبل كاس العالم لعبوا حوالي 10 ماتشات وديه خسروهم كلهم. كان ممكن اي ناس مش فاهمه، لو الناس مش فاهمه طيروه مشوا المدرب. لا 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 بيشتغلوا شغل مظبوط، عندهم خطه طويله الامد، بيفهموا بيقيموا الناس كويس. احنا مشكلتنا هنا في مصر ما بنعرفش نقيم الناس. اللي بيشتغل ما حدش بيقيمه، يعني دي مشكله. انت لازم بتشغل ناس لازم بتقيمها. المفروض في نظام رخص وفي دورات تدريبيه في امتحانات عشان للأسف المدربين مش موجوده دلوقتي، مش عندنا في مصر. لا حتى موجوده في كل حته في الرخص، حتى الرخص اللي كان بيعملها الاتحاد الافريقي يعني أي. يمكن معلومه انا اقولها لك يمكن اول مره، انت في اسيا مش معترف بيها. يعني مدربينا اللي معاهم رخص اللي هي السي والبي والاي اللي كانت طالعه من الاتحاد الافريقي لما يروح يشتغل بيها في الخليج، في الخليج مش معترفين بيها، بيعترفوا من اللي بتطلع من الاتحاد الاسيوي. ودي برضو نقطه نقف عندها، لان هي برضو مش بحكايه الرخص والشهادات، لان ممكن الشهادات بتتاخد والامتحانات اي يعني انا مش عايز اخوض في القصه دي. انما يعني ايه الشهادات بتتاخد والامتحانات يعني اي حد بيخش دوره أي بياخد شهاده، عايز شهاده سهل يعني تاخد شهاده. انا هقول لك حاجه احمد، انا سنه 96 97 رحت المانيا اخذت دوره، كان دوره تدريبيه اللي هي لايبزيج دي 8 شهور. كان شوقي غريب معايا، رحت انا وشوقي غريب، كانت مصر بعتانا على اساس نرجع نشتغل في المنتخبات بتاعت مصر. قعدنا 8 شهور دوره تدريبيه مدتها 8 شهور. كان في ولد معانا من المغرب كان اسمه عبد اللطيف، كان صاحبي جدا، وجينا في الامتحانات شفوي. يعني انت بتقعد انت والدكتور وفي مترجم، مفيش تحريري وحد يبص وحد اديني اجابه السؤال رقم الحاجات اللي هي بتاعتنا دي الاجابات كلها
شافوا الامتحان شافوا. فالولد عبد اللطيف ده سقط في مادة التدريب الرياضي. فالدكتورة بتاع التدريب الرياضي أنا كنت جايب فيها امتياز، فهو طلب مني أروح أكلمها، بحيث قال لي يعني مش معقولة 8 شهور أتغرب عن بلدي وأرجع وما أخدش الشهادة. فرحت قلت لها يعني مش معقولة، قالت لي بص أنا أعمل له كل حاجة، ممكن أستضيفه عندي يقعد في ألماني، إنما أديله شهادة وهو ما يستحقهاش يروح يعلم الولاد غلط أنا ما أقدرش. ما كانتش بقت ألمانيا ألمانيا بالظبط. ما كانتش بقت ألمانيا ألمانيا. هو ده الفرق، إن مش حكاية إن أنا أتعلم، لا أتعلم مظبوط. أيوة. بس نروح للأهلي. عندنا ملفات كتيرة يا كابتن خالد، أهمهم طبعا فترة ما بعد التوقف. يعني الأهلي الحقيقة ابتدى الموسم، وأنت يمكن كنت ضيف علينا هنا واتكلمنا بعد ماتشين بتوع الاتحاد المنستيري، وقلنا إنه في حاجة، في حالة، في شكل وفي أداء وفي روح وفي قوة وفي سرعة وفي مهارة وفي سكور وفي علامة كاملة. حصل توقف بصرف النظر عن النتيجة، احنا نتائجنا ما تأثرتش الحمد لله باستثناء التعادل الوحيد مع فيوتشر، النتائج ماشية كويس قوي، لكن أغلب الناس حاسة إنه الأهلي اللي بعد التوقف مش هو الأهلي اللي قبل التوقف. هل ده الملاحظة دي سليمة؟ وهل ليها أسباب منطقية أو طبيعية ما تخليناش نقلق، ولا ليك وجهة نظر مختلفة؟ يعني شايف الموضوع إزاي؟ لا طبعا في اسباب، والاداء اختلف. يعني قبل التوقف كنا ماشيين بشكل كويس، اللعيبه كانت بتادي بشكل كويس، برتم سريع، باداء يفرح جماهير النادي الاهلي ويفرح. بعد التوقف الدنيا اختلفت شويه، وانا عارف السبب. يعني ممكن اقوله لك، يعني نقوله طالما في قناه النادي الاهلي. السبب كاس العالم. يعني السبب بعد كاس العالم. طبعا بعد الرجوع وبعد ما اللعيبه قعدت اتفرجت على كاس العالم برضو، يعني كاس العالم انا عن نفسي جاب لي احباط شويه عن مستوى الكوره عندنا في مصر والشكل اللي احنا ماشيين بيه او المستقبل بتاعنا قدام شويه، فجاب لي احباط من الـ من الـ من العروض الكويسه واداء الفرق القوي جدا اللي الواحد اتفرج عليه، حسينا ان احنا بعاد. ممكن الاحساس ده يكون جه للعيبه فابتدوا باداء مش كويس، او الحاجه الثانيه فترة التوقف ما استغلوهاش بشكل كويس. يعني راحوا فيها شوية، كانوا مطمنين عاملين عروض كويسة قبل التوقف ونتائج كويسة، فراحوا شوية فترة التوقف، البداية ما كانتش كويسة. وأكتر حاجة أنا قلقاني ماتش فيوتشر مش النتيجة، إن إحنا لعبنا قدام فرقة بتلعب ناقصة واحد بعد 20 دقيقة قدامنا، وما قدرناش إن إحنا برضو نفتح الماتش أو نلاقي حلول هجومية نقدر نسجل بيها أهداف ونكسب الماتش. ففي الفرقة محتاجة واقفة شوية بإذن الله. أتمنى من بدءا من ماتش بكرة، ماتش سموحة اللي هيكون برضو قوي ودمه تقيل، لأن فرقة سموحة من الفرق اللي بتلعب جماد دفاعية. والله كابتن خالد أنا خلاص اتعودت، إحنا أي ماتش بنلعبه مع أي فرقة أيا كان اسمها وأيا كان ترتيبها بيبقى ماتش بايخ. فرقة بتلعب بـ 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 يعني عنف مشروع، بتلعب باقصى طاقتها، بتلعب بغل كوره، بتلعب وكانها بتلعب على بطوله. يعني كل ماتشات الاهلي بقت كده تقريبا. هو بس صعوبه ماتش بكره عشان نتخطى الماتشين اللي فاتوا. يعني ماتش فيوتشر وماتش فاركو. العرض اللي هو النقطتين اللي خسرناهم، التعادل مع فيوتشر والعرض اللي مش كويس برضو قدام فاركو، مع اننا كسبنا الماتش. ماتش بكره مهم عشان كده، ازاي نتخطى المرحله الوحشه اللي فاتت دي. كأداء ونتيجة. يعني عايزين نتيجة وأداء. جمهور النادي الأهلي دايما عايز يشوف فرقته بتلعب كرة حلوة زي ما احنا متعودين، وإحنا اللعيبة عندها الإمكانيات إن هي تأدي بشكل أحسن من كده كتير، تلعب كرة حلوة قوي وتكسب وتعمل نتيجة كويسة. فنتمنى بإذن الله تبقى البداية من بكرة. أكرم توفيق وغيابه شايفه إزاي؟ ومين الأفضل في التوقيت الحالي في المكان ده؟ تراهن على هاني؟ تراهن على إن كريم فؤاد يرجع يلعب تاني ورا؟ ولا تراهن مثلا على توظيف مثلا حد زي ربيعه او حسين الشحات؟ انت عايز اكتر من اسم اكيد في المكان، بس في النهايه برضو انا او جمهور الاهلي، مش انا بس، جمهور الاهلي باصص على انه انت بتجهز سكواد رايح تلعب بيه كاس عالم. طبعا الف سلامه على اكرم ونطمن عليه، ونقدر يعني الحاجه الوحيده اللي نقدر نقولها بس قدر الله وما شاء فعل. الحمد لله على كل هو شيء. لعيب مجتهد ولعيب جدع وراجل، ودايما اللعيب اللي بيلعب بقلب بيبقى معرض للاصابات بشكل كبير. نتمنى له الشفاء باذن الله، والفتره دي تعدي بسرعه ويرجع يفرحنا بادائه زي ما كان بيفرحنا قبل كده. من ناحيه مين اللي يكون موجود؟ محمد هاني موجود، في كريم فؤاد، بس انا من وجهه نظري كريم بيلعب بشكل منتظم الفتره اللي فاتت، انا شايف سرعاته ممكن تستغل لما يلعب في الجنب اليمين يبقى بشكل كويس. التدوير اللي بيعمله مستر كولر في التوقيت ده مطلوب
انا يعني الحته دي الجمهور دايما مختلف عليها. شفنا تدوير في اسماء وشفنا تدوير في مراكز، يعني شفنا اسماء كل مباراه بتتغير، مره تلعب اساسي مره تقعد احتياطي او مره ما تشاركش خالص، وشفنا كمان اسماء بتلعب كل مباراه بس في كل مباراه بتلعب في مركز مختلف عن المباراه اللي قبل. هل ده مطلوب في فتره رايح فيها لمنافسات على مستوى اصعب؟ انا عندي فبراير ده كاس عالم، اوله كاس عالم ونصه الثاني عندي بدايه مشوار دور المجموعات في دوري الابطال، فبالتالي الناس برضو مش بتقيس على، مع كامل الاحترام للمنافسين يعني المحليين، بس الناس مش بتقيس على ماتشات الدوري المحلي، الناس بتقيس على انك رايح تلعب مع الكبار في افريقيا او في العالم، فبالتالي عايزه تطمن على شكل سكواد النادي الاهلي. هو بس في فرق بين التدوير وبين تغيير مراكز اللعيبه. ايوه انا مع التدوير، بس انا مع التدوير لما يكون في ضغط المباريات، يعني كل 3 ايام بتلعب مباراه انا مع التدوير، انما لو هتلعب كل اسبوع مباراه انا مش مع التدوير. يعني هي ب ب ب يعني بتبقى واقفه على مده الماتشات. تمام، انا مع التدوير. الفتره اللي بين الماتش والتاني، فتره الراحه، يعني فتره الراحه اللي ما بين الماتش والماتش لو كل 3 ايام مباراه انا مع التدوير في حدود من 3 لـ 4 لعيبه. ايوه، ولكن لو بنلعب كل اسبوع ماتش انا مش مع التدوير. وحته تغيير مراكز اللعيبه انا مش معاها خالص. يعني لازم هو يوظف اللعيبه، كل واحد بيعرف المكان اللي هو بيلعب فيه اللي هو يقدر يؤدي فيه بشكل كويس جدا حسب امكانياته، سواء الامكانيات دي كانت هجوميه او دفاعيه، ويثبت راس الحربه. ظهر فيه مثلا، انا ده على سبيل المثال، ظهر فيه حسام حسن، ظهر فيه محمد شريف، ظهر فيه شادي حسين، ظهر فيه بيرسي تاو، ظهر فيه برونو سافيو. يعني انا لغايه دلوقتي هم كلهم شبه بعض، يعني ما فيش حد قدر يقنعني ان هو يكون مستمر على طول. تمام. وعشان كده بيحصل تغيير في المكان ده، لان برضو هتلاقي مستر كولر لسه ما فيش اي حد من اللعيبه، من اسامي اللعيبه اللي انت قلتها، اقنعه ان هو يكون موجود بشكل اساسي على طول. فهو عشان كده بيغير، هو لسه ما استقرش، فهم مطالبين ان هم يشدوا حيلهم شويه وكل واحد يؤدي اقصى ما عنده بحيث ان هو يبقى المكان ده بتاعي انا مش بتاع حد تاني. هو ده اللي ناقصه بس في الحته دي. افضل تركيبه شفتها للاهلي الموسم ده، افضل عناصر شاركت وشفت ان دول في يعني الاسماء دي في الاماكن دي، ده افضل شكل وافضل سكواد للاهلي. يعني انا زي ما بقول لك حته راس الحربه ما حدش اقنعني، يعني لسه كله شبه بعض. الثلاثي اللي تحت عندنا ناس كلهم ادائهم على مستوى عالي، بس لما يادوا بالشكل المطلوب بالريتم المطلوب والسرعه المطلوبه وبالشكل المطلوب، احنا ما عندناش مشكله في لعيبه. ايوه، احنا اي حد هيلبس فانيلا الحمراء وهيلعب هيادي. تمام. ولكن في حدود اللي مطلوب منه من النواحي الهجوميه، من ناحيه السرعه، من ناحيه الريتم السريع، من ناحيه الارتداد السريع وانت بتدافع، من ناحيه التحول السريع من الدفاع للهجوم، من ناحيه الكاونتر اتاك والهجمات المرتده اللي النادي الاهلي دايما لعبته بتبقى متميزه فيها، كل الكلام ده موجود، بس عايزين نشوفه باستمراريه باذن الله. في جزئيه بتهيألي يعني ظني انها ليها علاقه بالسيكولوجيه، بحاله نفسيه، يعني مش مرتبطه ب قدرات لعيبه ومش مرتبطه بفكر جهاز فني ومش مرتبطه بحاله بدنيه، هي مرتبطه بحاله نفسيه في اغلب الظن يعني. وهي انه لما ببص مثلا للماتشين الاخيرين دول، الماتش الاول مع فيوتشر والماتش الثاني مع فاركو، في الماتشين دول بعد ما الاهلي استقبل فيهم او استقبلت فيهم شباكه هدف تعادل، بتحصل حاله انتفاضه، وبلاقي الاهلي في ديناميكيه وفي سرعه وفي رغبه وفي هجوم كاسح وفي تنوع في اللعب، مره من الاطراف ومره من العمق، واللعيبه كلها بتزيد وبتكم. السؤال هنا، هي ليه الحاله دي ما بتظهرش، مش هقول لك من بدايه المباراه، بس ليه الحاله دي ما بتبقاش موجوده مثلا بعد ما بتسجل اول، دايما انت بتتقدم، فلما بتتقدم او بتحرز هدف ليه ما بتكملش، او ليه الحاله دي ما بتظهرش؟ عشان ده عيب اللاعب المصري، لما بيتقدم بيرحرح شويه، لما بيحس انه بيرحرح، يعني زي ما احنا بنقول كده هو بيرحرح شويه. أيوه. انما لما بيحس ان هو هيخسر وهو لعيب نادي اهلي وفي جمهور بره طبعا مستنيله مش عايز يكسب، فطبعا النحراره بتيجي، ولكن هو تعود، وهي حته نفسيه مهمه جدا. بس هم يعني هي نفس اللعيبه دي ما كانتش كده
يعني حتى لو مش هقول لك السنين اللي فاتت ومش هقول لك حتى اللعيبه دي ما كانتش كده مثلا في كاس السوبر، حتى اللعيبه دي ما كانتش كده في الاتحاد المنستيري هنا في القاهره. يعني في ماتشات كتير السيزون ده، نفس السيزون ده كانت 90 دقيقه بتبقى قاعد مبسوط وانت شايف الفريق كده، انا مبسوط والدنيا 10 على 10. ليه الحاله دي؟ لانه الحاله دي معلش انا اسف بس يعني الحاله دي تفكر شويه الناس بالموسمين الاخيرين او الاجزاء الاخيره او الاشواط الاخيره من الموسمين الاخيرين. الحاله دي حلها ان اللعيبه ممكن تكون بتفكر في بعض ماتشات في الدوري المصري هم بيستهونوا بيها، بيبقوا عارفين ان هم هينزلوا يكسبوا، يعني الفرقه اللي قدامهم مش تقدر تكسبهم واحنا هننزل نكسب كده كده. ففي ظروف بتحصل الدنيا لما بتتقلب هم بقى من هنا يعني بيبتدوا يشدوا حيلهم شويه. فهم لازم بالنسبه للعيبه النادي الاهلي، عشان احنا لازم نتعلم من السنتين اللي فاتوا. احنا الدوري راح مننا، احنا كنا متقدمين في السنتين اللي فاتوا مظبوط بعدد كبير حتى من النقاط، وبعدين ابتدت النقاط تهرب مننا واحده واحده. مش عايزين الاحساس ده يجي لنا، احنا عايزين كل ماتش نلعبه بالذات في المسابقه المحليه وفي افريقيا وفي كاس العالم واحنا نازلين لعيبتنا تبقى عارفه ان احنا خسرانين 1-0. يعني هم لو حطوا في دماغهم ان احنا خسرانين من قبل بدايه المباراه هيبتدوا الماتش بشكل كويس. شايف الميركاتو اللي جاي ازاي؟ وايه هي الطريقه الانسب والامثل لاستغلالها عشان تحضر فرقتك انا بشوف انه الموسم لسه، يعني الموسم ما ابتداش، كل اللي فات ده مجرد مقدمات او لسه بنسخ، لكن الصعب الصعب كله والاجهاد كله وتلاحم المباريات والسفر والعوده ودوري ابطال وكاس عالم كل ده لسه ما ابتداش. فالميركاتو اللي فاضل، الفرصه الاخيره او الميركاتو الشتوي ده ازاي تستغله بافضل شكل يا كابتن خالد؟ احنا محتاجين تدعيم في بعض المراكز، يعني تدينا قوه بشكل كبير وتدينا تقل اكتر من كده، لان انت مطالب فرقه النادي الاهلي مطالبه في كل بطوله بتلعبها ان هي تكسبها. فانت محتاج ان انت تقوي نفسك في بعض المراكز، ومن وجهه نظري احنا محتاجين راس حربه. طب خليني اقول لك، لو هدف مثلا، لو انا احط بالهدف يعني انا هدفي مثلا ان انا اوصل فاينل كاس عالم اللي جاي في المغرب في ارض الوداد اللي غالبا انا هقابله تاني، غالبا يعني ان شاء الله لو تجاوزت اوكلاند سيتي هقابله تاني. فشايف معانا فلامينجو السنه دي من امريكا الجنوبيه، الهلال من السعوديه، ريال مدريد من اوروبا. لو انا عايز اوصل مباراه نهائيه العب فاينل، يعني ايه شكل وحجم الصفقات اللي ممكن الاهلي يكون محتاجها كتدعيم للفريق؟ محتاجين راس حربه بشكل مختلف بستايل مختلف عن اللي موجود. يعني راس حربه قوي سريع يقدر يكون محطه، لان احنا عندنا لعيبه الكره اللي بتيجي من تحت، عندنا لعيبه كتير كويسين بيقدروا يجوا من تحت، محتاجين حد يسندوا عليه زي ما احنا بنقول بلغه الكوره، حد يسندوا عليه من وهم جايين بالكوره. فاحنا محتاجين راس حربه قوي سريع بيقدر يحرز اهداف، بيتحرك جوه منطقه الجزاء، بيستغل الفرص. يعني بشكل مختلف عن اللعيبه اللي موجوده، عن يعني مش زي محمد شريف ومش زي شادي مش زي حسام حسن، حاجه اقوى كده جسمانيا، يبقى قوي سريع زي ما بقول لك، نقدر نستخدمه كمحطه على اساس نستغل الناس لعيبه الكره الكويسين اللي بييجوا من نص الملعب من تحت لقدام. ومحتاجين مساك يكون موجود مع الناس اللي موجوده المساكين. بس كده انا اعتقد ان يدونا تقل ونقدر، مش محتاج الاهلي صفقات اكتر من كده. لا شايف انه صفقتين دول او المركزين دول لو ادعموا مهمين، مش جدا. محتاجين مساك، مش بالضروره، مش بتكلم على محترفين اجانب، يعني انا اقصد اقول ممكن جدا يبقوا لو لقيت من خلال مصر، يعني من الدوري هو أو من الاكيد مصرين. الاكيد انه في اجنبي راس حربه. طب كويس، زي ما انا بقوله ده اكيد، لكن بس انا اتمنى يكون مختلف في ستايله. ما تفكرش يعني مثلا الباكين اليمين والشمال، تفكر في عندنا عندنا يعني يعني بعد اصابته بس مش مهم قوي، مش مهم قوي، انما المهم قوي راس حربه، وزي ما بقول لك بستايل مختلف، جسمانيا يكون قوي سريع يقدر يفتح مساحات للناس. رأي كابتن خالد انه الباكين عندنا الظاهرين اليمين والشمال مش ما يقلوش، الاجنحه جناحين اليمين والشمال، هل المراكز دي محتاجه دعم؟ لا عندنا برضه، عندنا برضه مش محتاجين دعم. في حد لفت نظرك في الدوري المصري؟ يعني لو قلنا مساك وراس حربه. لا راس حربه لا، مفيش حد، مفيش، لازم يكون اجنبي ولازم يكون يعني
من وجهه نظري طبعا. شفت ماتش بيراميدز والداخليه الاخراني؟ اه شفت. ناس طبعا كتير بتتكلم على اسمه رشيد اعتقد اللي جاب جونين بتاع الداخليه. اه بتاع الداخليه. لا ما ينفعناش ما ينفعناش. لا 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 ما ينفعناش. والمساك في حد لفت نظرك؟ لا على مستوى مصر مش حد بحجم الاهلي. يعني في لعيبه كويسين بس أيوة. مش هيدوا تقل لينا. يعني بالنسبه للنادي الاهلي مش هيدوا تقل لينا. انا شايف راس حربه لازم يكون محترف أيوة. من بره واتمنى يكون بالمواصفات اللي انا بقول عليها. طيب اقل من 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 شهر تقريبا يعني اعتقد انه الاهلي هيسافر في اواخر يناير للمغرب عشان يبتدي يحضر للبطوله، فانت بتتكلم على شهر. السيناريو الافضل من وجهه نظر كابتن خالد ازاي مستر كولر والجهاز الفني واللعيبه تجهز وتتحضر للرحله بتاعه كاس العالم، اولى البطولات الصعبه والمهمه بالنسبه للجمهور الموسم ده؟ من خلال مباراه الدوري اداء كويس ونتائج كويسه، يعني كل الماتشات اللي هنلعبها قبل السفر من خلال البطوله المحليه اللي هي بطوله الدوري لازم نأدي نعمل نتيجه كويسه عشان تدي ثقة كويسة وفي نفس الوقت أداء عالي، لأن أنت هتروح هناك هتقابل فرق مستواها أعلى من الدوري، من الفرق اللي موجودة في الدوري المصري عندنا. مش عايزين نتعود على الريتم، رتم اللعب بتاع الدوري المصري، يعني اللعيبة تبتدي تأهل نفسها من دلوقتي بدءا من بكرة إزاي ألعب بسرعة عشان لما أروح ألعب في كأس العالم للأندية قدام فرق بتلعب بسرعه ما يبقاش ان انا متاخر. هو هي الفكره ان انا يعني هو بالتاكيد طبعا كل ماتش الاهلي عايز يكسب واللعيبه عايزه تكسب والجهاز الفني ومن وراهم الجمهور، لكن هي الفكره مش فكره المكسب، انا ممكن اكسب واحد واثنين وثلاثه بس الاداء ما فيهوش جديد، او انه الاداء ده اللي انا بلعب بيه وبكسب فيه وبعمل سكور في الدوري المصري ممكن لما اروح العب بيه في كاس العالم او العب فيه في دوري الابطال مع القطن ومع سان داونز ومع الهلال ما يبقاش هو الاداء اللي يخليني برضو اوصل او احافظ على فرصتي في الفوز باللقب. فهي فكره ازاي تستغل الماتشات اللي جايه عشان تعلى بمستوى ادائك او توصل بالفورمه بالفريق للفورمه اللي انت عايز تظهر بيها في كاس العالم. ما انا زي ما قلت هما حاجتين، مهم جدا ان احنا اللعيبه كل الماتشات اللي هيلعبوها في مسابقه الدوري نكسبها وفي نفس الوقت الاداء يبقى على مستوى عالي. انا اللي بقصده بالاداء يبقى على مستوى عالي ايه؟ انا اهم حاجه يعني بقف عندها وتهمني رتم اللعب. انا لما بتفرج على رتم اللعب بتاعنا من خلال الفرق حتى كلها مش احنا بس، مش بتكلم في الدوري المصري دوري. رتم التروت والجري الخفي ده ما بقاش مش موجود في الكوره. فانا خايف من دي، انا عايزهم يتعودوا على رتم اللعب اللي بسرعه. هم مش هيلاقوا فرقه قدامنا هتلعب بسرعه، احنا نلعب بسرعه عشان يتعود على الرتم ده، عشان لما نروح هناك ونلاقي الفرق بتلعب بالريتم السريع. والبسرعه ده كابتن خالد ليه شروط برضو ولا بسرعة ايه؟ مش بسرعه ده يعني ليه اصل في واحد طبعا في فرق بين السرعه والتسرع. لا دي طبعا دي حاجه ودي حاجه. اتنين السرعه دي محتاجه مساحات مفتوحه، محتاجه فرقتين بيلعبوا كوره، محتاج فريق بيهاجم عشان فريق يعمل كونتر اتاك والعكس الصحيح. لكن انت اغلب السيناريوهات اللي بتشوفها فرقه حاطه ال 11 لعيب في الصندوق وبتدافع لغايه لما الاهلي يسجل، بعد كده يفكروا يتحركوا، وبالتالي بعد كده يبقى في جيم مفتوح وفي مساحات نقدر نجري فيها ونعمل فيها الشغل. على فكره انا لما بقول كلمه سرعه، السرعه مش هي سرعه الجري، سرعه التصرف. يعني الدوري الانجليزي مثلا انت لو حسبت الكوره بتقعد في رجل اللعيب، اي لعيب في اي فرقه في الدوري الانجليزي قد ايه، هتلاقيها من 3 ل 4 ثواني، ثانيتين، 3 ثواني. يبقى انا هنا اقصد بايه؟ الكوره جت التوقيفه بسرعه والباس بسرعه والتحرك بعد كده من غير كره بسرعه. مش سرعه ان انا هفضل اجري، احنا مش هنبقى في العاب قوه، لا سرعه التفكير، سرعه التصرف. ما كل دي تقصد سرعه الايقاع وسرعه بالظبط كده، سرعه الايقاع، سرعه الحركه، سرعه التصرف، سرعه اتخاذ القرار، ما كل دي سرعه. ما انا مش عايزهم بقى يواجهوا الكلام ده، يعني نفضل في الدوري المصري على مهلنا شويه في التروت ونروح مره واحده نلاقي الناس بقى صواريخ من حواليك ما تقدرش تجري. بس الاهلي برضو ودي نقطه ثانيه برضو لازم تبقى محل اعتبار، انه انت لما بتلعب في مسابقات يعني انا بفتكر كنت بقول في اول حلقه مع اصابه اكرم والناس زعلانه انه اكرم مش هيلعب كاس عالم، ورقه مهمه ولاعيب مؤثر ولاعيب عنده روح فانيلا حمراء بجد يعني. طبعا فخسارته في بطوله زي كده وجع الناس بصراحه. لكن انا كنت بقول انه الاهلي راح السنه اللي فاتت من غير نص الفرقه، كل اللعيبه الدوليه ما كانتش موجوده معاه، ومع ذلك ظهر بشكل
فاجئنا احنا كاهلاويه. نعم يعني عملوا ماتشات هايله جدا يعني. انت لعبت مع الهلال السعودي مونتري المكسيكي ده وانت ناقص مدرعاتك ودباباتك كلهم كانوا بيلعبوا في افريقيا ومع ذلك لعبت جيم كويس وكسبت. ايوه. وبعد شويه لعبت الهلال المدرع بعدد من الصفقات اللي جايه قبل البطوله حاجه كده. عملت عرض هايل. عملت واحده من اجمل الماتشات اللي لعبتها في حياتك. طبعا. فبالتالي في وقت من الاوقات برضو مستوى المنافسه اعتقد بيشحن بطاريات معرفش يعني ممكن طبعًا. بيخلي مستوى طبيعي او اهتمام اللعيبه او تركيز اللعيبه بيزيد. ده برضو واحد من الحاجات اللي بتتاخد في الاعتبار. لا طبعا بيزيد بنسبه 40% يعني. انت لما هتلعب في بطوله كبيره زي كاس عالم الانديه قدام فرق جامده مستوى اللعيبه هيرتقي بنسبه 40% لوحده. ولكن انا عايزك اقول ايه، التعود احنا مش عايزين يبقى شكلنا زي فرق الدوري العام. واللي هيفرق دايما شكلنا عن فرق الدوري العام هو رتم اللعب اللي احنا نستطيع ان احنا نسرع اي مباراه زي ما احنا عايزين. سؤالي المهم برضو لحضرتك فيما يتعلق بطريقه اللعب، وطبعا يعني انا متاكد 100% وابصم بالعشره انه الامر ده حريه مطلقه للمدير الفني، لكن في النهايه احنا بنتكلم كوره. فانا بسال كابتن خالد لان انا شفت الطريقه دي، كنت بنادي بيها وكنت بشوف السيتي بيلعب بيها كوره ممتعه جدا، خصوصا الفرق الثقيله اللي عايزه تحقق لقب او اللي عايزه مكسب كل مباراه او اللي بتلعب على بطوله دايما ما بتبقاش مش مهتمه بالناحيه الدفاعيه، لكن بيبقى مهتمه بالناحيه الهجوميه اكتر شويه. 4-1 4-1 وظهرت في كاس العالم مع اكتر من فريق طريقة هجومية جدا بتخلي الفريق يعني اللي بيلعب بيها لما بيبقى حافظها ومتعود عليها ليه شكل هجومي، ليه سيطرة واستحواذ بشكل معين، بيبقى ملك الكرة في الملعب بشكل كبير، هو اللي بيقدر يبقى الفعل والفريق اللي بيلعب ضده دايما رد الفعل. رأيك فيها وهل الطريقة دي تصلح، خلينا نقول على مستوى الدوري، سيبك من أفريقيا وسيبك من كأس العالم، على مستوى الدوري، ولا من الصعب انك انت تبقى حافظ طريقة في الدوري تغيرها لما تروح تلعب في بطوله زي بطوله دوري الابطال، تغيرها تاني لما تروح تلعب في بطوله زي كاس العالم؟ لا هو مش صعب ان انت تغير الطريقه، لان من وظيفه او من مسؤوليات وواجبات المدير الفني ان هو ثلاث اربع طرق اللعب اللي هم الفرقه ممكن تلعبهم بيمرن اللعيبه عليهم، بحيث ان هو حسب المنافس اللي هيلعب قدامه لو هيحتاج ان هو يغير طريقه اللعب تبقى اللعيبه متعوده عليها. ده شغل فني من خلال وحدات تدريبيه لازم اي مدير فني يشتغل عليه. مش طب رايك في 4-1 4-1 وهل تصلح او هل ممكن تبقى مناسبه للاهلي في الدوري المصري؟ في الدوري المصري ممكن. مفيش اي مشكله. طبعا مفيش اي مشكله على مستوى الدوري المصري، ما فيش اي مشاكل يعني، ما عندناش اي مشاكل لان احنا نمتلك اللعيبه اللي هي الاقوى والاحسن والاكفأ من كل النواحي. فانت من اي مدير فني يقدر يشكل بقى العجينه اللي موجوده قدامه دي باي طريقه هو عايزها. رسالتك لنجومنا قبل ماتش بكره ان شاء الله قبل مواجهه سموحه، ربنا يكرمهم ويوفقهم، وانا عايزهم نفسي اتفرج من اول دقيقه تكون لينا احنا الكلمه العليا ويكون رتمنا سريع في التحرك في التصرف في استثمار الفرص. مفيش فرصه تيجي وتضيع، لان احنا كل ما هنجيب جون بدري الماتش هيتفتح وبدري. صحيح. ماتش بكره مش ماتش في الدوري ومش ماتش بثلاثة بونت، ماتش بكره كمان رساله من رجاله الاهلي وفريق الاهلي لجمهوره بيقول لهم اطمنوا احنا جاهزين لكل اللي جاي مهما كان صعب، حتى لو كان على مستوى المشاركه في كاس العالم مع ابطال القارات او حتى على مستوى دوري الابطال وتحقيق حلم البطولة الأفريقية. بشكركم على المتابعة وبشكر كابتن خالد على وجوده معانا. نورت الدنيا كابتن خالد، ونتقابل دايما على كل خير في السادسة. تحياتي لكم.